مباراة محترمة جدا، تعاملنا معها بكل جدية كما المباراة الكل، لأن سبق وصرحت قلت عندها كل شيء إلا الودي، وشفنا حتى التصرف نتاع الإخوان المصريين معناتها كانوا بجدية كبيرة. دونك بالنسبة لينا كانوا ثما ديزوبجيكتيف قبل ما يبداو المباراتين هذوما، كانوا عندنا معناتها دي شوا من الأول محذرينهم. ثم ماتش بوتسوانا حبينا نشوفوا فيه اكثر عدد من اللاعبين، سورتو معناتها من اللاعبين اللي دخلوا جدد. الماتش تاع مصر من الاول بريفيو باش تعاملوا معاه بكل جديه، تقريبا الساتور تاع ليكيب ناسيونال اللي شفناها 80-90% من المجموعه. الاولاد كانوا على وتر، عملنا مباراه تكتيكيا يظهر لي ممتازه جدا، عملنا دي شوا اللي مهمين لنا احنا. باش تشوف الديو ما بين الشوا تاع علي العابدي علي معلول بنشوفوهم مع بعضهم كاسكو سابو دوني، نفس الشيء معناتها الشوا تاع يوسف المساكني والياس العاشوري ينجموا يكونوا مع بعضهم. شفنا حاجات ايجابيه، شفنا جروب تري موتيفي، هذا اهم شيء، تري كونسنتري تري ديترميني على لوبجيكتيف نتاعو. ان شاء الله نكملوا في الثنيه الصحيحه، المقابله تطوات اليوم ما تنسات، ناخذوا منها الحاجات الباهيه، الحاجات الخايبه نحاولوا باش نصلحوا للاستحقاقات الجايه ان شاء الله. اي ما احنا لازمنا نعملوا 90 دقيقه نغفصوا ليزادفيرسير كله ونلعبوا وحدنا ونخلقوا كان احنا الفرص، ما ثماش منتخب مصري ما ثماش محمد صلاح. يعني ساعات تسمع تحاليل المباريات في اقوى مستوى في العالم تصير على فترات، فترات انت باش تاخذوا دي مومون فور، فترات لادفيرسير باش ياخذوا عليك دي مومون فور. ما ثم ولا مدرب في العالم بعد 7 دقائق يكون متقدم 2 بلاش باش يطلب من اللاعبين نتاعو باش يتراجعوا. دونك ثم ادفيرسير اللي يحطك بارفوا في دي ديفيكولتي، ثم لاسبي مونتال عند ملاعبيه سيرتان مومون ما غير ما يشعروا يحبوا يستحضوا. دونك هذوما دي سيركونستانس نعيشوهم في وسط المباراه. الحاجه الايجابيه كونه المنتخب التونسي اليوم عرف كيفاش يسير المباراه، عرف الاخر لحظه كيف تسجل في الدقائق الاولى، 3 دقائق الاولى تسجل ودقيقه 95 تسجل، يظهر لي سافو تو دير ويعطيك اش معناتها لاسبي مونتال في المنتخب. وي سي لوبجيكتيف، هذا هو الحاجه اللي نحبوها. يظهر لي المنتخب التونسي حق الناس كل، احنا نفرحوا كيف يكون عندنا عديد الاختيارات والاستحقاق ان شاء الله يبقى للافضل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.